السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقابلة مع قناة الجزيرة كان بيتهكم على خادم الحرمين الشريفين وعلى لقب خادم الحرمين الشريفين. ما تيجي نشوف بيقول إيه. ما هو الخادم الحرمين؟ لابد أن يخدم الشعب أول، يخدم الإنسان. الآن أكثر حرم والإنسان. الحرم ليس مكان فقط، يعني كرامة الإنسان الكعبة، البيت بيت الله هو الإنسان. الكعبة لا تمثل أول إلا الإنسان. نحن عندما نطوف هذه الكعبة تمثل الإنسان، كرامة الإنسان. لو تنتهك كرامة الإنسان لا تستطيع ولا تقول أنا خادم الحرمين. والله أنت لست خادم الحرمين. بعدما تقتل الناس، بعدما تنتهك حقوق الإنسان، بعدما لا تهتم ولا بقرش بحقوق الإنسان، أنت لست خادم، أنت أكثر من حاكم وأنت منتهك. يعني واضح يا سيد ياسين إن أنت بتتكلم في موضوع الحريات وحقوق الإنسان، فده معناه إن أنت راجل من دولة بتحترم الحريات وبتحترم حقوق الإنسان. وحقوق الإنسان والحريات مش هي بس حرية الدعارة وحرية المثلية الجنسية وحرية شرب الخمر، حرية الإنسان، حقوق الإنسان يعني كل حقوق الإنسان، مش كده ولا أنا غلطان؟ طب تيجي نشوف الفيديو ده. اللي شفتوها بتتضرب وبتتسحل على الأرض دي نائبة في البرلمان التركي، نائبة في البرلمان التركي، يعني مش واحدة من عامة الناس، يعني مش واحدة ماشية في الشارع ولا واحدة بائعة جائلة في الشارع من حق الشرطة ان هي تتعامل معاها بالطريقة دي. دي نائبة في البرلمان التركي. تخيلوا بقى لما تعامل الشرطة التركية مع نائبة في البرلمان التركي يكون بالشكل ده، امال تعاملهم بعماء الشعب بيكون شكله ايه؟ دي دولة ياسين أقطاي اللي كان لسه بيتكلم على حقوق الإنسان والحريات. طب ما تيجي نشوف فيديو تاني. الفيديو ده لتظاهرة من عدد محدود جدا من الناس، زي ما انتم شايفين العدد ما يزيدش عن 7 أو 8 أشخاص. الغريبة انه عدد رجال الشرطة اللي حواليهم يكاد يكون ضعفهم 2 أو 3، يعني على خلاف المتبع في جميع دول العالم انه طبيعي ان التظاهرة بيكون عدد المشاركين فيها اكبر بكتير من عدد رجال الامن، الا انه في تركيا والاهتمامهم بحقوق الانسان فهم معينين لكل فرد في التظاهرة اكتر من 2 أو 3 من رجال الامن. شوف كده الفيديو تاني عشان تتأكد من اللي أنا بقوله. معقولة اللي شفناه ده بيحصل في دولة مستشار رئيسها بينتقد دولة تانية في مجال الحريات وحقوق الإنسان؟ يا اخي استحي على دمك يا اخي. طب سيبكم عن الفيديوهات، تعالوا نروح لمنظمه العفو الدوليه ونشوف هي بتتكلم ازاي على الحريات وحقوق الانسان في تركيا. الموضوع كبير جدا، اكبر بكتير من ان انا اقوله فيديو او اشرحه في فيديو، فبناء عليه هختصره على قد ما اقدر وهسيب لكم رابط الموضوع في اول كومنت. اللي عايز يطلع عليه ويتاكد من المعلومات اتفضل. باختصار عن احوال تركيا من 2017 ل 2018، هناك انتهاكات صارخه لحقوق الانسان في تركيا، حيث تستهدف الدوله الناشطين السياسيين والصحفيين والمغردين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما يوجد تعذيب في أقسام الشرطة التركية بالإضافة إلى الكثير من حالات الإفلات من العقاب، كما يوجد الكثير من حالات الإنفلات من العقاب على خلفية قضايا فساد في الدولة. وكمان التقرير بيقول إنه من وقت حالة الطوارئ ما اتطبقت عقب الانقلاب الفاشل وأصبح من حق الدولة القبض على من تشاء، وفعلا تم القبض على عشرات الآلاف من المعارضين من جميع الوظائف في الدولة، ضباط جيش، رؤساء بلديات، أعضاء برلمان، موظفين كبار في الدولة بتهمة المعارضة والانضمام لحركة فتح الله جولين. عن الصحفيين بيقول التقرير إن في أكتر من 100 صحفي لازال قيد الاعتقال، وكمان في الكثير من العاملين في مجال حقوق الإنسان والنشطاء خلف القضبان ورهن الاعتقال.
كما تم تقييد حرية التظاهر بأمر تعسفي شامل يمنع أي تجمعات بشرية، وعن التعذيب في أقسام الشرطة التركية في حدث ولا حرج. يعني يا عم ياسين أقطاي، عيبتكم بتتكلم عربي ومش عارف المثل العربي اللي بيقول اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. فاتك المثل ده وهتعلمه، وكان الأولى بيك إن أنت تحل مشاكل الحريات وحقوق الإنسان في بلدك قبل ما تطلع وتتكلم على بلد تانية، مش كده ولا إيه؟ أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.